أبنائي وبناتي تلاميذ وتلميذات الصف الخامس الابتدائي، احنا في الوحدة الثالثة وهي القياس، هناخد الدرس الثالث فيها مساحة المربع بمعلومية طول قطره. عايزين النهاردة نستنتج يا سنة خمسة مساحة المربع بمعلومية طول قطره. زي ما احنا شايفين الشكل المقابل ألف ب ج د عبارة طبعا عن مربع. جميل، وان قطر المربع اللي قدامي وليكن ألف ج ب يقسم هذا المربع إلى مثلثين متطابقين. يبقى هنعرف ان مساحة المربع هتساوي ضعف مساحة الايه المثلث ألف ايه ألف ب ج. طيب انا عارفة ان قطري المربع متساويان في الطول ومتعامدان وينصف كل منهما الاخر، يبقى في النهاية هنستنتج ان مساحة المربع لما يديني طول القطر هيساوي نص طول القطر في طول القطر. يبقى مساحة المربع بمعلومية طول قطره هتساوي ايه؟ نص طول القطر في طول القطر. اما لما كنا اخدنا قبل كده لما كنا بنجيب مساحة المربع لما يديني طول الضلع كنا بنقول مساحة المربع بتساوي ايه؟ طول الضلع في نفسه. خلي بالك نشوف المثال اللي قدامي بيقول لي ايه. سنة خمسة بيقول لي اوجد مساحة المربع الذي طول قطره 6 سنتي. جميل، احنا لسه واخدين دلوقتي ان ايه لما يقول لي طول القطر اقول له ايه في مساحة المربع، اقول له نص طول القطر في طول القطر. يبقى مساحة المربع لازم اول خطوة اكتب الايه القانون، خلي بالك عشان بيبقى عليه ايه درجة. جميل، انا اعطيت طول القطر 6، يبقى هقول ايه بيساوي نص في 6 في ايه في 6. هنختصر هيطلع لي 3 في 6 بكام؟ ب 18. طب 18 ايه؟ 18 سنتيمتر ايه؟ مربع، لان احنا عارفين ان المساحه هل ايه؟ هنا عندي ايه؟ بالسنتيمتر ايه؟ المربع، تمام؟ تعالى نشوف يا سنه 5 مثال 2 ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي مستطيل مساحته تساوي مساحه مربع طول قطره 12 سنتي. اوجد محيط المستطيل اذا كان عرضه 8 سنتي. يا ترى هنحل المساله دي ازاي؟ بيقول لك ان مستطيل مساحته تساوي مساحه المربع. واعطيك طول القطر بتاع الايه بتاعت المربع، يبقى اول خطوه عندي هجيب مساحه الايه مساحه المستطيل اللي هي بتساوي مساحه مين؟ مساحه المربع. يبقى هقول له بما ان مساحه المستطيل بتساوي مساحه الايه المربع، اذا مساحه المستطيل هتساوي هي كمان ايه هتساوي نص طول القطر في طول القطر، يبقى هتساوي ايه نص في 12 في ايه في 12. طبعا هنختصر هتطلع 6 في 12 نضربها في الهامش هتطلع ب 72 سنتيمتر ايه مربع. طيب انا دلوقتي بيقول لي اوجد محيط المستطيل، انا عارف ان انا عشان اجيب محيط المستطيل لازم يكون عندي الطول وعندي الايه وعندي العرض. طب انا عندي العرض وعايزه الطول وهتشق المساحه او جبنا المساحه اهي، يبقى هجيب الطول ازاي؟ جميل، يبقى طول المستطيل بيساوي ايه؟ برده عندنا قانون عارفينه، المساحه على الايه المساحه على العرض. اذا طول المستطيل هيساوي 72 على 8 هيساوي كام؟ 9 سنتي. واقول بقى محيط المستطيل بيساوي احنا عارفين القانون بتاع المحيط بيساوي ايه؟ الطول زائد العرض الكل في 2. اذا محيط المستطيل هيساوي 9 زائد 8 مجموعهم كام؟ 17 في 2 يدينا كام؟ 34 سنتي ايه؟ سنتيمتر. نشوف مع بعض يا سنه 5 مثال 3 بيقول لي مربع طول قطره 12 سنتي ومساحته تساوي مساحه متوازي اضلاع طول قاعدته الكبرى 9 سنتي، اوجد طول الارتفاع المناظر لهذه القاعده. تعالى كده نشوف كده مع بعض المعلومات اللي عندي. هو بيقول لك ان مساحه المربع احنا عارفين ان هي بتساوي ايه؟ نص طول القطر في طول القطر، تمام؟ طيب بص معايا كده، يبقى هقول نص في ايه؟ نص في 12 في كام؟ في 12. هنختصر هتطلع 6 في 12 نضربها في الهامش هتطلع بكام؟ ب 72 سنتيمتر ايه؟ مربع. بيقول لك ان مساحه المتوازي، انا عارف ان مساحه المتوازي بتساوي ايه؟ احنا عارفين طول القاعده في الايه؟ في الارتفاع. جميل؟ طب انا هتشق القاعده الكبرى، يبقى طول القاعده الكبرى في الارتفاع الايه؟ في الارتفاع الاصغر. طب انا عايزه الارتفاع الاصغر ده، يبقى هعمل ايه؟ جميل، هقسم المساحه على الايه؟ على طول القاعده الكبرى، تمام؟ يبقى هيساوي كام؟ 72 على 9 هتساوي 8 ايه؟ 8 سم. تعالى نشوف سنه 5 المثال الرابع ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي مربع محيطه يساوي محيط مثلث اطوال اضلاعه 10 سم و24 سم و26 سم، اوجد مساحه المربع. طيب انا عارفه ان محيط المربع بيساوي محيط الايه؟ محيط المثلث، تمام؟ طيب محيط المثلث انا هتساق الايه؟ اطوال اضلاعه، يعني معنى كده ان هو مثلث مختلف الاضلاع، يبقى هجيب محيطه ازاي؟ مجموع اطوال الايه؟ اطوال الاضلاع. هجيب مجموع اطوال الاضلاع هجمعهم ال 10 زائد 24 زائد 26 هيساوي كام؟ 60 سنتي ايه؟ سنتيمتر.
طيب دلوقتي انا جبت محيط الايه؟ محيط المثلث اللي هو بيساوي محيط مين؟ محيط المربع. طب دلوقتي يبقى يعني معنى كده ان محيط المربع عندي هو كمان كام؟ 60 سنتي ايه؟ سنتيمتر. طب لما اديك محيط المربع وعايزه طول الضلع، كنت بجيب طول الضلع ازاي من المحيط؟ اه كنا بنقسم المحيط على 4. اذا طول ضلع المربع هيساوي 60 على 4 هيساوي كام؟ 15 سنتي. طب انا لسه قايله لك او لسه مراجعين مع بعض لما قلت لك ايه؟ لما يقول لك عايز مساحه المربع ويديك طول الضلع، كنا هنستخدم اهني قانون؟ اه اللي هو ايه؟ طول الضلع في ايه؟ في نفسه. اذا مساحه المربع هتساوي 15 في 15 هتساوي كام؟ هنضربها في الهامش، هتساوي 225 سنتي متر ايه؟ مربع. تعال نشوف مثال 5 سنة 5 بيقول لي اربط طول قطر المربع الذي مساحته 32 سنتيمتر مربع. فاكر لما كنت بديك مساحة مربع وليكن مثلا مربع مساحته 49 سنتيمتر مربع وعايزة طول الضلع، كنت انت بتسأل نفسك سؤال وبتقول يا ترى مين العدد اللي هضربه في نفسه هيدينا 49؟ اه كنت بتقول لي ايه؟ السبعة. اذا طول الضلع كان بيساوي كام؟ 7 سنتي. طب انا النهارده اعطيك المساحة 32 سنتيمتر مربع وعايزة طول القطر، يبقى هستخدم اهني قانون؟ اه نص طول القطر في طول القطر. يبقى هاخد المساحة كده في طرف لايه؟ لوحدها، وهقول نص طول القطر في طول القطر هيساوي كام؟ 32. طيب هقول بقى بعد كده النص ده عايزة ايه؟ اتخلص منه. هو هنا ايه؟ كأن طول القطر في طول القطر مقسوم على ايه؟ 2. يبقى هتخلص منه هودي الاتنين دي ايه؟ الناحية التانية بعكس العملية، يبقى هتساوي ايه؟ 2 في 32 هتساوي كام؟ 64. طيب يعني كأن بقول كام في كام بيساوي 64، يبقى كأن ايه؟ حاصل ضرب عددين ايه؟ متساويين. اه كام في كام؟ اه برافو، 8 في ايه؟ في 8. اذا طول القطر هيساوي كام؟ 8 سنتي. خلي بالك هنا ايه؟ طول القطر بالايه؟ بالسنتي ايه؟ بالسنتيمتر ايه؟ بعكس الايه؟ المساحه كانت بالسنتيمتر ايه؟ مربع. تعال نشوف اخر مثال معانا كده سنه 5 بيقول لي قطعه ارض مربعه الشكل طول قطرها 28 متر، بني داخلها منزل قاعدته مربعه الشكل طول ضلعها 15 متر، وزرعت المنطقة الباقية كحديقة للمنزل، اوجد مساحة هذه الحديقة. تعال نشوف مع بعض يا سنة 5 هنحل المسألة دي ازاي. انا هعطيك قطعة ارض على شكل مربع وبنينا جواها منزل هو كمان على شكل ايه؟ مربع، وباقي قطعة الارض زرعناه ايه؟ حديقة. عايزين نجيب مساحة هذه الايه؟ الحديقة. طبعا عشان اجيب مساحة الحديقة دي اول حاجة هجيب مساحة ايه؟ قطعة الارض، وتاني حاجة هجيب مساحة المنزل، والفرق بين مساحة قطعة الارض ومساحة المنزل هو ده اللي هيطلع لي مساحة الايه؟ الحديقة، زي ما احنا شايفين في الايه؟ في الرسمة. يبقى واحد هنجيب مساحة قطعة الارض اللي هي يعطيني ايه؟ طول القطر. يبقى هستخدم اهني قانون؟ نص طول القطر في طول القطر، يعني نص في 28 في 28. هختصر هيطلع 14 في 28 هيساوي ايه؟ 392 متر مربع، عشان دي ايه؟ مساحة. طيب تاني حاجة هجيب مساحة الايه؟ مساحة المنزل. طب في مساحة المنزل هو عطيني ايه؟ اه طول الضلع. يبقى هستخدم اهني قانون؟ اه طول الضلع في ايه؟ في نفسه، 15 في 15 اضربها في الهامش تطلع كام؟ 225 متر ايه؟ مربع. طب عايزين بقى نجيب مساحة الحديقة هنعمل ايه؟ اه قلنا الفرق بين الاتنين، بين مساحة قطعة الارض ومساحة المنزل، اطرحهم 392 ناقص 225 هيساوي كام؟ 167 متر ايه؟ متر مربع. خلي بالك. خلصنا درسنا سنة 5، جاب دور بقى على سؤال المتفوقين، وعايزين نعرف مين الشاطر اللي هيجاوب معانا السؤال اللي بيقول لي لوحة ورقية مستطيلة الشكل بعدها 25 سنتيمتر و 20 سنتيمتر، قطعت منها 6 مربعات متطابقة طول قطر كل منها 12 سنتي، احسب مساحة سطح الجزء المتبقي من اللوحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.